الأستاذة درية خليل شقيقة الراحل أحمد خليل. مدام درية، البقاء لله، وبعزيكي وبعزي كل المصريين وكل الوسط الفني والعيلة طبعا. البقاء لله، ربنا يرحمه يا رب ولا برحمته. يعني جنازة حاشدة، الناس كانت بتحب الأستاذ أحمد جدا، مش بس من جوه الوسط الفني، ولكن شايفة الجنازة كلها ناس عادية. الحقيقة احنا اكتشفت، احنا عارفين ان الناس بتحبه قوي قوي، بس النهاردة اكتشفنا قد كده الناس حباه فعلا من جميع الأعمار ومن جميع الأعمال. يعني ربنا يرحمه، الله يرحمه. قولي لي على أحمد خليل الشقيق ده، كان شقيقك الأكبر ولا يعني قولي لي، يعني أنت الشقيقة الصغرى ولا إيه بالظبط؟ ترتيبكم إيه في العيلة؟ وكلميني عن الإنسان، عن الأخ. هو شقيقنا الأكبر، هو أول واحد فينا، والحقيقة كأخ عطوف جدا، حنين، دايما يسأل علينا وعلى مش بس علينا كأخوات، على القرايب كلهم. صلة الرحم عنده مهمة قوي قوي، لازم يطمن على كل واحد. طيب طيب قوي قوي قوي، ربنا يرحمه يا رب. يعني أكتر عمل كنت بتحبيه للفنان أحمد خليل كان إيه؟ يعني إيه العمل المفضل؟ هو اللي هو أعمال متنوعة كثيرة، فلكن إيه أفضل أكتر عمل كنت بتحبيه؟ والله كل أعماله كانت حلوة قوي، خصوصا انها ما كانتش بتزهق، لان كل عمل كان مختلف عن التاني تماما، فكان الواحد بيشوفه بشخصيات مختلفة. حديث الصباح والمساء طبعا هايل، وكان له تمثيلية ما اشتهرتش قوي زي دولت، انما كانت رائعة، اللي هي كانت واخد دور الشيف الكويسني حاجة كده، لانها كانت من زمان قوي، كان واخد دور شيخ كبير اعمى، كانت تمثيلية جميلة قوي قوي. طول عمره كان عايز يبقى ممثل، يعني من وهو صغير انا عارفه، يعني هو طول عمره هذا هو الطريق. الحقيقه من وهو صغير خالص كان بياخد الكعب بتاع الروشتات بتاعت والدي كان طبيب، كان بياخد الكعوب بتاعت الروشته ويعملها تذاكر ويعمل السلم، الكلام ده من هو مثلا 5 6 سنين، ويعمل السلم بتاع العمارة بتاعتنا، سلم كبير فيعمله كأنه خشبة المسرح، ويقعد الجمهور اللي هم الأطفال أصحابه، ويمثل التمثيلية بكل الأدوار بتاعتها بكل حاجة، هو وان مان شو. وان مان شو. هل له أبناء؟ له، قولي لنا وضعه الأسري إيه يا فندم؟ هو له بنتين، أمينة وعالية، ومراته هايدي، وبس، وزي أي أسرة جميلة جميلة، ربنا يا رب يعوضهم خير يا رب يا رب. يعني هو كان بيمثل، كان لسه بيعمل آخر دور له اللي هو مع ميرفت أمين. ده في حتى أعتقد إن كان في حلقتين كانوا لسه ناقصين، يعني كان بنش أو فجأة تدهورت صحته ونقلته المستشفى. يعني كلميني عن الفترة الأخيرة. لا، هو ما تدهورتش صحته قوي ولا حاجه، هو تعب شويه بس، 3 4 ايام تعبان عادي، يعني ما فيش مشكله، وبعدين حس بدراعه الشمال وصدره بيوجعه، فده نقلناه على المستشفى، وتوفى بعدها بساعتين 2، ما لحقش حتى يتعمل له اي اجراءات في المستشفى، اي اجراءات تذكر يعني. يعني البقاء لله، ويعني بنعزي كل أسرته الصغيرة والكبيرة وكل الفنانين. بتقولي إيه عن أحمد خليل للناس اللي ما تعرفوش؟ بالتالي الناس عارفاه، لأنه هو واضح زي ما هو كده بالضبط. طيب، لسانه حلو، عشرته حلوة، أي قعدة كان بيقعد فيها ما مش بتاعت نكد، بتاعت فرفشة. يحب يجامل الناس كلها، فإنسان طيب بمعنى الكلمة. يا رب يا رب يبقى في ميزان حسناته كل اللي هو عمله. يا رب. بعزيكي وبعزي كل الأسرة، مدام درية خليل شقيقة الراحل أحمد خليل.